ناري على ولدي راقد متربع. بسم الله عليك بسم الله يلمليك على حاله. اسماعيل اسماعيل عليه شفم هكا شفم يا امي عليه الفجايع طو ناقص انا ما نزيش الغسات اللي عاملينهم لي جماعة تفيف اللحم نزيد انتي هاني يا ساتي راقد بقاعدة الله لي ربحهم. ملينا قمت قلبي مقبوض كيني حاجة كتمت على نفسي. تعرف اليوم قديش في الشهر؟ دي منافة اليوم بمي 3 جويل يومي عليه تسأل وباقي ما فهمتش علاش قلبي مقبوض. عيد ميلادك ميلادي كل عام في نفس النهار تسلي نفس الغلبة. عدت يا يوم مولدي يا صفية النحسي اللطف ليش هالفيل على الصباح؟ اسماعيل ما تقوليش يا مرتك اشصادها الدنيا قامت وقعدت بجنبها وهي ما تحيرتش منها شعرة؟ اش مش نحكي لك يا امي هذيك عندها نعين وياك ملطخة يا ضربشي مدفع رمضان بحذاها عندها خط خط كجل مودي سخن يا نصيرة نصيرة قمت. اسماعيل اش صار اني قمت؟ ماما فريدة اش تحب؟ قوم يا لله قوم ما في بالكش عيد ميلاد راجلك يا ناري وليدي كان ما تحسش بكم ما يمتك ما يحس بك حد. عيد ميلاد سعيد شيري ان شاء الله. قوم قوم اهبط معايا نحضروا الحفله بتاع العيد ميلاد نحب هالليله سهريه للصبيح يزيني ملك سيد في الدار. وين شريكي ماما فريده اهبطي ومن بعد نلحقك انايا. باهي ما تبطاش عيد ميلادي شو كل حدث التاريخي المشهود اللي باش نحتفل بيه انا عيد ميلادي. نوري صباح الخير نانا. صباح الخير شكون تعمل في بيت البانو؟ بجهر مش عندي ما نعمل يا نانا يا اخي بكش توفيه لابس الكاب وحاطط البشكير فوق راسي كنت ندوش يا نانا. عجيب ما نبهتش عليكم معك حتى حد يدوش لي هونية مو عندكم البارتي بتاعكم. يا ناري عليك يا فريده يا قرمصلي الحشمة ولو يتقسم معاك حتى في الماء والهواء. ما تخافش انا راني قبل ما نخرج عملت لها تنظيفه خليتها بيضه تللش. ورحمه سيدي لو كانت تعقمها الريحه المقربه لا تنحى منها. تهني يا لالا حتى هي اخر تدويشه في الدار هذه في قدره ربي ما عادش ترى ومنظري بالكل هاجش منها. عليه ناوي تعمل بريوطه ملاوي في راس النهج؟ تماني البارح نقرا في الجريده نلقى اوتيل مثل ياسر في دبي عاملين انونس يحبوا على شيف دو كويزين تونسي واسيان. عاد قلت انا اليوم بقدر ضربي نحضر دوسي ونطير. اي تبارك الله شيخ بندر التجار باش تولي. شد شد هذو 120 دينار باش تعمل عشاء لعيد ميلاد سيدك اسماعيل قايد القضيه في ليستا. نعم مس ني با لو بوسيبل انا ما عنديش وقت هو نهار واحد يا ربي سيزازيني باش نحضر فيه ورقي دوسي. عجيب حاضر لا الله يبارك يا ربي. حقا انا بالله يا جماعه طالبيني في شهاده خبره ما تنجمش تكتب لي انت وريقه تقول لهم النوري والتركيه راهو اصير في الملوخيه وفي المدفونه وفي ركايب العزوزه. باهي باهي يا من احياء طيب الساعه العشاء وحذروا ومن بعد يعمل الله هدلي تو نكتب لك وريقه بقدره ربي حبر ما يقراوها يدخلوك تخدم من غير كوارت. يا ودي وحدك وحدك يا نانا زيد معاك. يا طيب القلب وينك على بابا وعلى رقبته الدار ردوها لي تكيا. قم يا طفله. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم عليه هكا لا فريدة عليه رجعتني. بسم الله عليك يا لله كيفاش تحبني نفيقك نبعث لك ملايكتي وشوشولك كلامتين في وضنك. بيه بيه أنا قمت الصبر. أي قوم شمر على ذرعانك باش نعملوا عيد ميلاد اسماعيل. عيد ميلاد اسماعيل اليوم 3 جويل شبيه 3 جويل يا لو كان ما تفكروش انا ما انتم ما يتفكروا حد هو برغم عميل والمشومه ديما في نظري ولدي الصغرون وانا الوش عليا نحكي لك في الحكايه انت جبت صغار حتى تعرف الكبده. انا جبت صغار
عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا أليسا، عيد ميلاد سعيد. زويني هذه يا ربي، شنو نعمل الا تو نربطها في نسخ الفرش. عشية جماعة وفي نهار فضيلة نبكي وعي قعدوا قعدوا وخليت نسمير نصيف. عشية جماعة وفي صباح الخير لما يا حياتي. صباح الخير يا جنات، ما تقليش من كنت شنو وين كنت نوقف في ستوب، كنت نحرك على روحي قصيدي جاش سيت شويه صلع، قلت ان شاء الله غدوه قلت ربي نتوكل على ربي ونرجع نخدم على روحي يا خويا. شنو شنو سلعه؟ اسمع جنيت ما تقوليش نبدا نتعاود تسرح من الكاكيف بالفدار. مالا تحبي نقعد محبوسه فيها الحكه نتفرج في هيفا وهبي وننقش في القلوب السوداء برا يا ولدي اعمل عقلك شبيك هبلت. جنيت انا باش نقولها لك وما عادش نحب نعاودها، هذه حكايه نسروح بالكاكيف بالفدار نحي من بالك جمله. لما يا حياتي شوف شوف او باش نحكي معاك برجله ومن الاخر. لما يا حياتي ما نحبكش حتى تفهمني بالغلط ولا تشوف فيها حقره. ريتني انا دار يا رمون قعدت هكا مستكيوز يا مع روحي سيدي جان شايش ونخمم حلبت لها الفازه بالضبط. شناهي الفازه اللي حلبت لها بالضبط؟ ريت ولا عرسه برجله ومن الاخر اطلع عظمه بلا فص يا خويا. بالله يا جنات اش معناها العرس عظمه بلا فص؟ العصافير اللي تعمل فر فر تجنح وتطير كي تعرض صاحبي تموت. هذاك علاش يا خويا انا من غضبه باش نرجع نخدم على روحي. بالله العظيم في بالله العظيم في بالله العظيم لو كان تخرج طرطوش صبعك الصغير برا من الاستوديو نطلقك بالثلاث وكان نزم بالاربعه. انا راني راجل كي تطلع لي نشاره السيد علي ما عاد نفهم شيء. ذو يا ذو ايا قوم قوم حل الباب. هاو سيدي جا صاحبك جا قوم. من لا يختني منه ناقص وانا توا برمشي نقول له مزريق. والله ما تشوك عبارة شبيك لاباس. حاشتي بضو المدام بعثتني لي باش نوصي يجيب القضية. قضية وشوك ما تجيبهاش انت القضية ولا طلعتي نابت سنستو عاد بالله استغليها. شبت وش تحكي انت اليوم؟ لا عندي ما نعمل باش نتلهى بالدوسي متاعي مسافر باش نخدم في اكبر وتيف في الخليج. خليج انا نموت عليها الخليج. تعرف سيدي جاش عنونا بنت عاينه خذت واحد خليجي جابته معاه. قداش شيخنا نركبوا معاه في المرشديس نتاعو ويخلص علينا. مسكين بعد شهر من العرس بالضبط مات الله يرحمه عمره 100 غير درج تخطف مسكيه. شنو انت تحسن في العلاقات معايا؟ هاي شد شد هذوما مدوا من راجلك وصي يجري بروحه فهمت؟ كل كيلو كل كيلو تجبد يتجبد عاد. واه صحوبه هيا قوم قوم هاو سيادك بعثوا لك الليسته نتاع القضيه وبعثوا لك القفه هيا قوم. يا ربي شنو نعمل انا تو نحب نزيد نرقد ندرج هنا. نتعرف كيفاش جنات برا انت برا انت هاي شارت سيدنا علي طلعت مرقدها بالقومينه. فشخ فشخ النوم صح عليك. هاي سيدي السلام عليكم. ايش تشرب اخوي؟ كابوسان اكسبريس مالا تزوز مع بعضهم؟ يا والله يا حويل مالا خدمة هذية. والله كان الواحد يروح للبلاد كان خير على قال يسرح بنا عجيب. الناعجة تقول لها تاكلي قرط ولا حشيش تقول لك ما اما هذول ما يتكلموا كان بالفلوس. حبسي انا راني ما نعرفش والله قلبي موخوش من ناحيتهم. أول مرة نشوفهم أنا هذا بسطات. أنا خايف كان يطلعوا من جماعة القاعدة. أيوة علاش قاعدة بالذات؟ خاطر اللي يجوا هما قاعدين. أنا راني ساعات نتكلم معاك ونندم. شفت هز قهوة بن حفصي وبن حليمة. اسمع ماشيين بكابوسان وإكسبريس أوراق الحزب الكل حاضرين
ما ناقصين كانت صحه البواندي وشاديه وبوريك. حقا وين هو سي الفرادي؟ يعني تو عندي ثلاث ايام ما شفتوش. قالك من جاتو التهديدات نتاع عصابه الفلفل الاحمر قعد راكش في الدار خايف. كلام فارع يا راجل. انا نقول لكم يكونوا كان دراري تلعب. ماك تعرف انت تو تخلميد على الانترنت كل مره طلعني نطلع. اسمعوني يا جماعه، شفتوه مسويس لورانا ما تلفتش تو. من الاول شكيت فيه من جماعه القاعده، وبعد ظهروا بالكاشف اللي هما من جماعه الفلفل الاحمر. بالله مره هوني هم لابسين الاحمر. عبسي اني نقول لك يزيني من الطلعه نتاعك. جايبه من هنا يا جماعه الفلفل الاحمر. يا ودي ما وفقوا بيكم تتدرجوا هنا، جايين باش يحكوا لكم الهريسه. لا مادام باش يحكوا لازم عصابه الكيغز الحرج. يا اخي شكون تكلم؟ نكلم في اسماعيل. لازم يجي يا اخي باش نحكيو في المشروع نتاعنا. هاو ينقز وما يهزش. وفي روايه اخرى يصوني وما يرنش. أكهو والله عرفتوا نهار اليوم يظن لي اسمه بكر بكر أبو بكر. ألو ويس بن حفصية، صباح الخير. إي نعم سيدي، ما زلت ياخد عليها منعوه النوم، يلزمني نجي للنادي باش نحكيه في شنو؟ في موضوعنا المسيحي. مسيحي ولا مسيحك؟ آه مسيرنا الكل. باهي يا سيدي باهي، أنا جاي. آه يا سيسو مسيح مسيح فيك يا بنتي ياك خمرت. إسماعيل إيش فما؟ شكون؟ فيك يا مسيح فيك، أجلك بالعربي حطوه في الحنديرة. وشني هي الحنديرة هذه إسماعيل؟ سي فهمت، جريدة جديدة؟ نعم جريدة جديدة الحنديرة. لا لا لا، الحنديرة هي في معجم ابن منظور، كلمة أصلها بربي جاية من حندية يحنديو تحنديرا، تشبه ياسر للخوتة. الجماعة متاعي قالك يحبوا يعملوا حزب جديد باش يحميوا رواحهم، ويحبوا يحطوني أنا معهم. ها نو إسماعيل، ما تقوليش راح تعاود ترجع للسياسة، راك جربت وطلعت فاشل، أفشل من الفشل. إكزاكتومون، لكن شو تحبني نعمل؟ هم أصحابي قاعدين يتساقطوا بالكعبة بالكعبة، اللي تربت واللي انتحر واللي شدوه جماعة الملثمين دقدقوه بطيحة، وربي يستر. وحسب المؤشرات الكل لا مندوحة من المحاسبة. الله غالب. وين عندي نهبطة؟ الحاكم من شيئة والملثمين من شيئة أخرى. نسيها تعرف نسيها، أنا أول ما أقولها لك نحس في روحي خايف، وأنا مستحق لك باش تقف معايا وتقويني، تقويني على مواجهة مصيري المحتوم. أيوة هاوكا، ورا كل سياسي فاشل ما تظن فيه خميري. قوم ما فهميش نوم. أي شنو حلومة؟ والله مازلت ناقصة نوم. يا بنتي اليوم عيد ميلاد بوك، قوم شوف شنو الكادو اللي باش تهديهولو. شنو عيد ميلاد بابا؟ اسأل على صاحبك استغناسي، أما تبيعها هي هي، اليوم عيد ميلاد طنطون إسماعيل وما تستدعانيش. ولا وانت تخلي شكون يستدعاك؟ انت مصبيح لي ليل ما تبوانتيهوني، مصدعي روحك وحدك في دارنا. شنو نعمل كي انا كاسوسيال وعندي برشا مشاكل في دارنا؟ اون بليس سي بلو فور كو موا سو فوزيم. واو ايه فاش تعمل؟ اسكت اسكت بس نرقد. يا كوزان يا كوزان يا بي بيرثدي تو يو، يا بي بيرثدي تو يو، يا بي بيرثدي تو يو. باهي عايشك بارك الله فيك، ربي يحييك لمثاله، كل عام وانت حي بخير. شد امسح لي كهربا، الناس تستنى فيا، خليني نخرج. نستنى كوزان مازلت ما غنيتلكش بالروسي. نراس في تافي دف دف، نراس في تافي دف دف، نخرجو دم دم، نخرجو دم دم، خرجو دم دم.
يعطيك خاشو دمدم على قبك ان شاء الله. ريت كوزان ريت كيفاش ندودو فايس من بعد كل شمال مصايب نهبط نترفع على راسي. مصايب؟ اش فما زادا؟ نسال مشيركو. ها؟ وينو هذاك وينو؟ وينو سيبوهم جايب هذاك نقلع له وذنيه؟ جاب لي واحد قاعد كو كياف. نجاو مشان حتى هو يظل يحس كي قابلك باش يروح بلاش وذني. صح عليه. هيك هو مشى. اش مجايبو ونصلو؟ قال لي قول لنسي اسماعيل رد بالك رد بالك رد بالك تنسى كلمة خاطر راي الحكاية في غابة من البهامية. غابة بهامية؟ سي ذو تعرف غابة البهامية شنية اللي تربيت فيها أنت وتعاد فيها؟ يحب يقولك في غاية من الأهمية. إيش وصلك؟ أيه قال لك يا سيدي يا ابن سيدي يا مرحوم الوالدين يا كوزان يا أخي علاش نتلوش؟ لوش في طبق نحاس وطاقة بس كيسيرتك تبدا تخاف انا نضرب عليه يا سي عبد العزيز العاوي. يو فكرتني كوزان فكرك في الشهادة خير على واحد اسمه عبد العزيز. عبد العزيز شنو عبد العزيز المطيش ولا الملوح يا اخي انت تعرفه هذا؟ بيان سي عبد العزيز الملوح شاف دو كابينه نتاعي. اوه كوزان يرحم بك الرحمن ذا سي عبد العزيز الملوح القوي البارح ملوح في خربة ما يفرقش بين الماء والجازوز. سي عبد العزيز الملوح القوي ملوح بل إذا هو قوي ملوح أنا إسماعيل بوهيك كيفاش مش يلقاوني؟ إي وش حكى لك يا أخي؟ قال لك هبط خبر في الفيسبوك على جماعة الفلفل الأحمر قال لك دايرين يلموا في الجماعة اللي مخلوعين ومازالهم ما تحاسبوش. قال لك هما واللي عندهم علاقة بهم عن قريب ولا عن بعيد. شنو هي؟ يلموا فيهم هما والأقارب نتاعهم. والله يا كوزان أنا ننصحك نضحي وتسلم روحك. أخرج عليا أخرج باه أخرج عليا أخرج. الو سي بن حفصية سمعت بالخبر؟ لا لا يا سي بوريقة ما تقولي هالكلام. جا ربي الله 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 مثبتة يا حباني يعني. باهي باهي فهمتك فهمتك في الأمان. وش بيك تهلل وتكبر كأنه حزب لطيف يا اخي تم؟ قال لك جماعة الفلفل الأحمر طلعت ماهيش إشاعة يزي بلاد خلوية إشاعة. يا جماعة تو أنا جاي في الكهرباء نسمع في الراديو قال لك جماعة الفلفل الأحمر طلعوا بيان تهديد إي وقال لك اليوم باش يعملوا حملة شعار والمحاسبة اليوم اليوم ليس غدا وباش يضربوا ضربة الرجل واحد. قال إيش ما قالوا اللي قالوا العبسي باش يصير واش قال باش المصايب اش قال؟ شفت هماك الزويز اللي ورانا وش بيهم؟ قال لك هذنك من عصابة الفلفل الأحمر. ها؟ هاي سيدي تفضل. ما تخافوش ما تخلصوش هذاك كادو من مولى المحل وزدت وصيت لكم على فطور سبيسيال خالص مالس. اسمعوني يا جماعة أنا معاكم على طول الخط ننصحكم ما تعملوا حتى شيء كما يجي إسماعيل وشادية هذوكم هم راس البلاء فهمتوا؟ ايه وين ماشيين ناسي؟ مروحين ميساش ما هو؟ يودوك أنتوا غادي ترسوا لك هو المكان ما عادش توفر فيه شروط السلامة. جيني تحب تفرقون الناس الكل؟ ما شفتونيش قاعد نعمل في عملية تفاوض الشروب ومقابل السلام؟ احنا تو رهائن هوني ودي شفت هذاك السمين ثبتوا مليح هذيك كرش مش كرش يا سيدي مش كرش مالا شنية هذيك سيدي مخزن متكم بالكرتوج مونوتوف فوق منها حزامة بتاع ديناميت هكا شفت بعيني عمل هكا شنو ها؟ مالا تفوضوا ارهاب يا اخي ما في بالهمش البلاد فيها قانون اسمعوني مليح اني هاني قلت لكم وانت بدبروسكم تحبوا تخرجوا منها تكلموا الشرطة تكلموا الجيش ما تلومك أرواحكم ومن أنذر فقد منذر. شنو هو مش تقعدوا تسمعوا في التخلويذ متاع سي عبسي ما تعرفوش؟ لا يا بابا كما قالوا الناس بكري اللي يخاف يجي شكون يعرف؟ بابا؟ ها نعم اش تحب؟ يجزيكم في بابا والنهار اللي ولا فيه بابا والنهار اللي جابوا فيه بابا متاعه. ها نعم واه؟ شبيك تصيح عليا؟ والله نستاهل
انا الغلطه جاي نقول لك جويز انيفيرسير. سامحني سامحني على الغلط نتاعي. فوزاني جاوني مازلت تحكي معك. تفضل انا عم نجمش تقول لي اش تعمل الا هاري بوتر. انا في بيت نومي هذيك جايتك تحبك تستبنيها على خاطر انا مليون سفيني معاش بنتك. اتهمل ليه تنطون سمعين مش بالحق راه محبك تستبنيني. هنا بابا يزيني ماش خاطر تعمل هوني عندك ما تقول لي بيان سور تنطون سمعين. بريميرمون نحب لي نقول لك انت مكسبو نورمال يزمك يمشي تشوفه بفي. دوزيامون بون انيفيرسير. هات ما تنطون سمعين مش على حاجه اما عندي احساس لي هذي اخر مره بستعدي فيها الانيفيرسير في الدار هذي. شنو زعما زين بس نعديهم في الحبس؟ او على بابا على عقته يا نصير يا نصير قوم قوم يزي من النوم. الو هلا هلا حياك الله حياك الله سيد النوري معي. اين من اين وانت شكون؟ انا الشيخ عابد بن زايد بن فايد بن عارف انيان البيدان اللقمان الشارقي. نتشرفوا بكم الكل. ايش حاجتك؟ والله يا معود انا اجيت زياره عندكم في تونس وسمعت انك مقدم على شغل في الخلي وانا عندي قصر 7 نجوم وهلال في الشارقة وقلت جي تطبخ لي وتطبخ الحريمي والضيوفي. اش رايش نقول مبروش؟ ها مبروش اي مبروك مبروك مبروك. ما اسمع يا شيخ الفريان انا بصراحة راني مازلت ما حضرتش الشيط الخبرة ما يسالش. لا ما يخالف ما يخالف يصير مبروك مبروك مبروك. بارك الله فيك يا سي الشيخ الفنيان بن لقمان بن عفان وبارك الله فيك وفي شلاكتك او في شلاشتك وفي شلالتش. اسمع ان شاء الله يكون انا عند حسن ظنك باش ظن باش تبراف يعيشك يعيشك يا سي الشيخ الفنيان. اي واد انت بس حضر نفسك تسافر معي بعد بكره بعد باكر باشر. يعيشك بريشا بريشا بريشا. عشو 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 بارك الله فيك نوري. نعم ينعم عليك ويرحم والديك سيدي ولدي. قل لي يا اخي وقتاش باش تبدا في تحضير عشك؟ اسمع انا نحيني من مخك. شنو هذه بخش؟ بتوصي انساني انا تعرف. لا لا انا بصراحه راني يلزمني نحضر الدوسي نتاعي بس تو كي كلمت الشيخ الفنيان عارف جديد فهمت وقال لي حتى ذيك شيت الخبره قل لعرتك راه تنساها جمله تنفخ وتشرب ماء. عجيب عجيب يا نوري بارك الله فيك. باهي سيدي كمل لنا عشاء ليله عيد الميلاد ومن بعد اتلف ما لا راحه منك. نعم 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 مش نبالو بوسيبل يا بنتي راني مسافر بعد غدو يلزمني نحضر روحي. خش بيك انت صفا يا مالي دار وينكم هاي؟ هاي يا سيدي هاي قضيتكم ها؟ وهذه من وقتاش وليتوا تبعثوها تقضيكم؟ الوير حقرة حاجة شبيني أنا ما نضحيش؟ تينا سيدي جل عبيدك كل بعثتني نقضي عرفت كيفاش؟ يمين يمين على هالمضحك هذه هي السنة الطايحة ما تزين مضحك. هي وينو القطوة هني من الشراف فيه؟ يا ما قطوة حاجة بليهم باش يجيها القطوة ما يوصلوش الفلوس. نوري نعم قديش عطيتها فلوس؟ انا ما راسك انت بدك تسلم 120 دينار كارت تحك كارتة تعرف كيفاش؟ انا هذه يدي نقصها كان ما طلعش هي حفترت منها. اسمعوا فيها يا ناس فيك تصرق فيا وي سافا با انت باهي ما سيرش نعملوا الحساب والحساب عند ربي حاجه شو عندنا يا سيدي يا سيدي جا 40 دينار الحموح هو طبيعي وسيدي جا 40 دينار خضره وغله بيعي و 30 دينار جبونتهم مجلغات ويوفى الكلاب. اي لا لا هذو يجيو 110,000 والعشرة دينارات الاخرى وين مشات وين؟ حق عمولت يا بابا شبين تحبون نخدم لكم بالوش يا ايوا هذا حسابك انت مالا شد عندك حسابي انا عندك سيدي جا 5,000 باش تقضي بيهم الطاق الفوقاني احلي ما عندها ما تعمل
وسي ديجا 5000 باش تقضي بهم هونية وتسربي في السهرية. هاو الحساب الصحيح. وحدك يا نانا وحدك. يا نانا يا مدرسة فن ولعب وهندسة. تعرف والله كي باش نسافر باش نتوحش برشا. أمانة بهت في جدك كيفاش سكت لها الساعة مش عوايدك. يا خويا هكا فكرني في الأميمة رجلة ما ترجمها لحتى حد وأنا سيدي جا قارقة وما عندي ما نعمل فهمت ولا نجيب لك القمع معلومة. ياه شنو رأيك نكلم جونجون مدامتي نتكلم في فرجاني خفاش يجي حفلها. وشكونو هذا خفاش وش يعمل؟ صار متنطرش في فرجاني خفاش ودخلت جونجون زاودي خوهم ما فماش واسم خفاش نتعرفش عليه علاش على خطر في الليل مزود وفي النهار ريحتهم ما فماش. ها حاول النصيره جات تو هي تعطينا راي اخر. انا يرحم باباكم خطيوني ما عندي فاش نعاون. زي مازالش مدام يا اخي احنا قلنا لك باش تحرث معانا تعطينا حتى فكره صغيره. واش بالفكره هذه يا مدام؟ توا حلومه كانت من قبيله تحكي لي وقعدنا نخمو واش باش نعملوا في عيد ميلاد كوزان. عادي انا جاتني فكره وقلت لها نكلموا جونجون نكلم في فرجاني خفاش يجي حفله. ايش قولك انت عندك اقتراح اخر؟ أنا باش نعطي لكم رأيي لا تقلقوا روحكم لا تتعبوا روحكم في الاقتراحات. مول لانيفيرسير مهما توش قال الحكاية وانتم ما قاعدين تكسروا في مخاخكم. يو برا مدام يو موش في صحن وداخل بعض وقلنا نعملوا له فازة على الجو. أنا نقولكم خرجوني من الحكاية مادا بيا هكا نتكسل ونرقد. إيه يو داني داني وداني 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 لو ابعد على الشر يا روحي والله وغني لو يو داني وداني 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 لو يبعد على الشر يا روحي والله وغني له. شبيك نوري لباس ماما؟ صارتي في بالكش يا حلومة أو قالك نكلمو شيخ وباش يمشي يخدم في الخليج؟ بالحق ماشي. إيش تحكي أنت يا طفلة يا بنتي حلومة؟ أخي في عينكش يا حلومة يا بنتي راني ماشي للخليج. قالك هذيك يا بنتي الدولارات بدها لي عطا كشتة والرشق الرشق الرشق. يا سلام يا سلام ما لقاوش شكون يديو يديو دوري ولد القلقالة التركية يا ذاك الزين. يا نور يا على ذكر الرشيقة يرشق علينا حويج عادة. ايش نرشق كل كيلوج معناها بابا تحلحز وحط يديك في مكاتبك على خاطر عملنا كوليكت باش نشريو كادول سي اسماعيل. صباح الخير صباح الخير يا حلومتش يا بنتي اخوك يجريلوتش جد دنيا دنيا راكم تعملوا لي ليه انا كوليكت اخوك ريال وايد وايد مزمر عليك وقادم على سفر. يداني داني وداني 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 لو ابعد على الشر يا روحي والله وغني لو. صحيبي صحيبي شنو هالخامات وشنو هالكبر تفرج على الكلاثيات قديش فيها من قديش فيها من بياض هذي. يا خويا يا خويا شكلك واحد رويات وين على 10000 فرنك تقريب سيدي جاي يقولوا لي دانا الدار. والله يحلي فيهم واحد يداد زتل للشغب والتحومتي الحواف يجي يخليه لهم على العظم يا خويا حكيك عشان ما يقطع. استنيني والميف يا بروزين. شنو خارجه ما نحبش نحضر لانيفيرسير وانت تاخذوا رايكم كنفسك. من عيب سمتي فاتي في بيتك زنيت استعمل هوني عزبك الفاضي. ليه يا بنتي قاعده نحاول فيه يستوصل لي عندهم مالي الدار فماشي ما يزيدوني في الجورناتا على خاطر في الدار هذه البشر طلع ارخص ولا اثياث فهمت كيف يا عشا. شوف سيدي طلعت فيلسوفه كذنيت ها مسكينه لحقت بطبقه بس ترسخ من عينيها ستو بس بيسيتلو بس بوسه. يا حلومه ايش خولك كان نفرغوها للبلاصه هذيا ونحطوا فيها منصه للفرقه نتاع فرجاني وخفاش ونزينوها بشوي نوار وشوي نبيل. واه عليه حفله نتاع روضه هي كمل جيب سحار ورد اسماعيل ما يتراش. يا مش خاص يا حلومه كانوا مع الفرقه نجيبوا سحار يردوا ما يتراش يا كيكه يسلكها على الاخر مع الحاكم ومع جماعه الفلفل الاحمر. والو يا راهي هذه شبيه هذه اللي اخذها في الصاله ضربه شطر ما تضر. جنيت اوه راني كريض باسم هذا مريض شوفت كيفاش هو يا مدى. ايوه فيسع كملت القضيه الفوق كملت عندك حاجه اخرى؟ هاو نور يحضر في روحه باش يسافر مع الشيخ ضبين ولا شمن غلبه. اي ولا حليمه هدايتها مش اخويت لو كان نكلفوها بالعشية تو تحرقونا. عاد قلت ذوقتها انت صويبعاتك تشوفيها مع القناقوس في كرومتي حاجه ذو
اش تقول مرتك؟ والله علم علمك مدامتي، انا ساعات يلزمني خط كتيبه بالعربي من اللوطه باش نفهمها. يا بنتي ريتني يا نار ريتني، اذا يا طلع جوا لسانك واتشو لا نقص لا نملح لا ندوق، عرفت كيفاش؟ شوف مدام، اما كان جدها صحيح ما يسالش، نعمل لك لونطري شوربه بالكاكي، الصويت نعمل لك مصلي بالكاكي، واذا كانت تحب تحلي الديسير في الاخر نعمل لك طارت بالكاكي. يا بيعي باي مدام باي، فهمت هذا نطيب، وانا العشاء ما راهو ما تحملش المسؤوليه، كان نبتوا الليله كل في الاستعجالي خاطي خوك يبعد وجبت على احمد كي يعمل ويقد يا خويا. واه شكون احمد هذا؟ يا بني تركيزتك ليه وانت تشد ما تصيب. واه تعرف الفريده، انا حسب رايي تعملوا حاجه نورمال، مثلا نعشيه هكا ولما صغيره وتحراح بربي المصروف الزايد لوي. ما قلتلكش دبر عليا انا، الولد ولدي والفلوس فلوسي، واللي يشتي شهوه يديرها في عشيه، وانتي كان جبت اولاد هذا اذا سهل لك ربي وجبتهم، وقتها افتي في المصاريف وافتي في الحفلات. يا خويا يا خويا مالا ريفيها رعطات هولا، شبيك يا بنتي شبيك؟ في بالك مش كنت فكرني في شهلة كشابيتو، عرفت شهلة كشابيتو؟ يا بنتي على ما عملت شرف حياتها ماتت مدغورة، سيدي جافز نازتها عرفت كيفاش؟ هما هزين الجثمين وتتعدى الكار السفرة، ووه ووه ومنا وعليكم السلام. طيبي أمي شنو؟ شنو لله؟ شنو هالشانتي ناويين تحلوه الدار هذا؟ وانت شكون قال لك؟ ذو قال لي. اسمع أمي، أنا ما بحالي كان ربي، لا نحب العيد ميلادات ولا ما عدنوش، وكانكم على حفلة هاو جماعة الفلفل الأحمر باش يعملوها لي باش يقوموا بالواجب وأكثر، ناويين يشطحوا لي بزوز بحارم وخوته. أصبعي جيت نوم العوافي شي شيغي، جا الخفاش ولا مازال؟ شي خفاش جا الخفاش؟ لا باش يجي الغاب، هاي تعرفش كيفاش؟ سويسو في زوز حلومة. يا زيعات يا بنتي، على كلمتين قالتهم لك العزوزة تشي همك فيهم؟ يا بنتي يا دوب الناس كبرية، نعطيك من الاخر وعلى الاخر مش في بالهم زعمة زعمة، احنا مناش عبيدة كيفهم، فهمت كيفاش؟ ليه جنيت بستنست بيها من حسوش كلامها، تفكرت بنتي، انا منيش عبد منيش عبد، نخلي كبتي ونهر. حليمة حكيت كاني وراها بحث كبير هذي، احكي لي خير ما تترشق يا بنتي. يا جنيت هذه بنتي من راجلي الثاني، مشيت معاه لإيطاليا يخي طلع يخدم مع المافيا، هربت وخليتها عنده، قديش عندي طوى ما عندي عليها حتى خبر، اليوم تغلق 16 سنة برجولة. يا حليمة حكايتك تسخف الحجر، ورحمة فطومة يا حمامة لي قلبي. يا تعرف انا ما نجيش ام، يلزمني نموت جنيت باش ننتحر انا باش ناكل الماكله اللي طيبها ذو. يا تي اوكي يا تشاو اش بيكم؟ اش فما تقوش عليكم قاعدين في الزنازه؟ اللطف قوش علينا، شفت هذوكم؟ هاي شبيهم شفهم هذوكم زيدوا مدرج ينجموا يرجعوا هالك مزرة شادي أقل هم شفهمك الحكاية. هاي سيد تفضلوا فيه شفاء ومازال الخير على قدام. شنو هذه عصابة الفلفل الأحمر؟ يا ربي شم جايبني أنا توا يا ربي. أحسنك جري، إيش تحب تعمل؟ اسمعوني يا جماعة، تو كنت نتفاوض معاهم، قالوا ما حاجتنا بحتى شيء، حاجتنا كان براس واحد منكم وكهو. رشكون؟ رسيانية؟ لا راس إسماعيل، قالوا له كان يجيبوا إسماعيل هنا خلوهم يروحوا، قلت لهم ليه قط بدا هذوكم يعطوه صاحبهم. شنو نعطيه وزيد نعطيه وزيد نعطيه، وكيك ملياني ما هو صاحبي بكل راه شوية برا. هو سي عبسي كي تجي تشوف هوني مصلحة عليا
والفرد لازم يضحي من أجل المجموعة. اليوم بلغت من العمر ها؟ قد عمي يعني أبو سي با رومان شو بني ست عمي؟ آه يطلع زاد الزهايمر عيديتي وصايب بدا ينقر فيا. أوه شادية نحس أنا توا. ألو أهلا بيك شادية سالو سافا سافا الحمد لله عايشك وأنتي سافا؟ إيه ها؟ نجي توا توا للنادي سي تي زوجان باهي لاي باك باهي باهي أوكي أوكي أتوت أتوت أوكي شنيا هذايا زادا تي زوجان نمشي للنادي ها؟ دويو مش مين مصدين فيها صحيح باش نمشي للنادي زعما يطلعوش عاملين لي كمين يعملوها ونعرفهم جميعا وي سي اسماعيل يجزيكم في سي اسماعيل ان شاء الله يا سيدي مانيش فاتر ما يحبش نفطر تي لا يا سي اسماعيل جيت نحب نعمل معاك تصويره سوفينير تصويره ما يزيدش كل وجه مقابل وجهك ما فديتش من فوقيتي يا اخي شبيك يا سي اسماعيل ما في بالكش ما سمعتش بالاخبار اش فما زادا يطلعوا جماعة الفلفل الأحمر اغتالوا واحد آخر من معارفي. تلا لا يا شي اسماعيل مالي صعيب مسافر للخليج. الشيخ لقمان بن فنيان طلبني شخصيا يحبني نطلع نطيب له اللي هو الحريم تاعو. نعم خليج سي الشيخ وحامو طلعوا يذوقوا في مدفونة. سي اسماعيل تحبش نهربك نكلم لك الشيخ يدبر لك كونترات معايا في الخليج. أنا إذا باش نهرب نهرب الدنيا أخرى. نمشي لتايتي لسيشيل لزيل كرايب. نمشي غاديكا نبدا نشمس تحت كوكوتي هو منفى منفى هيا سوسو اسمع اسماعيل وش عملنا في التصويره؟ اعملها مع لبيب كانك عملتها معايا انا يا داني وداني وداني داني نو ابعد عن سري روحي ولو غني له وش اسمه هالجاتو زي اللي تعمل فيه؟ يداك جاتو نصف النارية أبد ما فهم في الجاتوات يخوي نظر يطول السقيل يطول السقيل؟ نزعت هذي يا مريتوش انت يا الروب هذاك بتاع صار متحركة كيفاش السقيل يطول وديما يزف فن 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 غوفي غبيك نعرفو ياي يداك مناش تو ما هو خاطره نهار ما جاب النهار ويرمش في السف النارية عاد قلت نعمل الجاتو بس في النيري الكوزان باش كان جوا جماعه الفلفل الاحمر ولا نهد عليه الحاكم يعطي على نسقيه ويقطع بدي راهو اشطر الرجوليه من الهروب بصبح ولا راقده باش نموت بالجوع يخرج قلبي بالجوع ليه ما تاكل هومس ما زلت ما غسلت هومس ما زلت بالتراب يا سيدي حبيت ناكل هاد شهيته ضو أول مرة نفيق بلي انت حليلتك يا حبيب يانا نحليلتي مدام مش بيك يا أخي اسمع شي تطلع عينيك حوالت من كثرة النوم طرق برسة مستحية ما كلت التراب الحكاية زي نعرفها صارت مع أمي قبل ما زيب خويا صغير حيت كامل قرقسته وكليته ما فهمتك شوش حبيت تقصدي سوسن مدام ناصيرة باز انت انصاد تتوح مع الضوء انصاد وتوحم على ضاو اوه يا طيف عليا وعلى ولدي مستقبله وضاع دهر بخير مدام نصيرة اسمع بعد مش نجيب لنا تصويرة سوينير ها مش نبالو بوسيبل يا ولد على هكا الكوشينة بتاعي تقولش عليها مرشي خضر عليه كيفاش نعمله ما نتصور سوينير يا سيدي ترى لا لا زنوري نصيري الكوشينة ما عادش متاعك نوري بالله تو انت فاش يعطيك من قلبك وتسافر وتخلينا يعطيني ويزيد يعطيني في المطار معمولكم الرب يرمي وراي سبع حجرة باش ما عادش نرجع والله خسارة يا نوري باش نتوحش كون نتوحش شمايتك نوري هاك طلعت سنسيبل تبكي هذاكم تبوها الفرحة على خاطر باش نرتاح من مناظركم جملة وعلي اجريولي اجريولي يا نار عليك يا فريدة يا قرمصلي دارك ولات محطة حلة ببالها اللي يسوى اللي ما يسويش يا انا محطة وانا ببالي مدام مش فاهمة اللباسة شبيك الا فريدة اسي يا اختي فلوسي شبيهم
ما لقيتهمش، قاسي محلول وصندوق فارغ. اوه فركست مليحة. البيت قلبتها سفيها على عليها. انت ما تكون كان انت يا ولد تركيا من صبيحك وانت تتسلوس من تركينا لتركينا. بلاي بلاي انا هكا بعد العمر زي الكل سرقني. ما يهمنيش انا، ما يكبر في عيني حتى حد. هاني نبه عليك ما ثمش صفر الا ما ترجع لي فلوسي وسيختي. ما كانش ورحمه سيدي تعدي عمرك كامل تخدم هوني حتى يخلصوا. مامي فريده سامحني يا ذو، انا قبيليك صفت زنيت الفوق تخذل للدار ولد تحفظ راكي فيس والحقد الطبقي بس يترفق من عينه. انا هاني قلت اللي صفته ورتحت ضميري. هاي باي باي، ضربني ستريس من مشاكلكم. جنات مدامتي انا تسرق تسرق ما نشتعني تي سرقتك انت جمله. جيتي انا يا لهم يا ما ورانا ورا من الله الله ونستنى ما في العفو يا جيانا. لا نستنى في العفو يجيك. وين كنت يا جنات؟ كنت تبران زهليات. شبيكم شبيكم تغزروا لي هكا؟ اش فما نوري فركسها تطفي يا بعد غادي. شبيك هبلت هو مش نغفل عليكم الكل؟ شنو يفركسني؟ يطوني يزا حكا شامية وبلاكا زكاتاكا. شبيك يا موساك نتكلم. سيبوا المرأة سيبوها، ما رايش هي. نعرف شكون سرق لك سيارتك. شكون؟ ماما فريدة اروحي معي عندي ما نقول لك. جنجن بلي يا جنجن مبروك عملت عروسة زعمة بنتك. اسمع لفريدة، كان جاية باش تكمل عليها وقول لك الدق في الجيفة حرام. جنات مسكينة طلعت لهوني باش تحط لي العروسة في بيتي وتهبط تظهر قطعية ما هي قلبها رهيف خير من برشا ناس هوني. نعرف نعرف اسماعيل هو اللي هز السياقة. هاي وهز فليش هو وراقه وغرب نصيرة من بكري تطلب تليفونه وما يجاوبش. اسماعيل هرب. هي وعملها في الاخر وزيد نصيرة طلعت حبلة. من يوم ما عادش نحب اسمه يتذكر في الدار. انتي مقويها. اسماعيل اسمع يا سي محمد، هذا الميساج العاشر اللي باش نخليه لك. تعرف نسيت ما قلت لكش حاجة، مش على خاطرك هربتي واحد الهرابي واحد الخواف عبالك باش نسمح في نفقتي ونفقة وليدي ولا بنتي. نقولك حاجة، كان نزم نبلغ عليك لانتربول يجبدوك من كرش يمك. ها حكيت لي مامي على كل شيء. شفتي واش دار باباك يا فروزان؟ راح هرب وخلاني انا وليدي. اه الواطي السبتوت الخبيث. انا نصيرة سيل تو بلي اريت ابري تو سي مون بير هذاك. ديزولي فروزان، اما فهميني هذه كرامتي جرحتني كرامتي، كيفاش يهرب ويخليني؟ شوف تعرف والله ارتحت منه بعد ما طلقوا تطيح بواحد ترنكوش صغير بوغوس يعمل هكا والله ما يقعد بعد ياكل في سويبو عليك بندم تشوف. من فمك لربي يا ربي ان شاء الله. هزيتيني المغالطي ليك. وشنو هذاك الكادو اللي في يدك؟ كادو ماني اليوم تنرفست وحلفت مش نحضر لانيفيرسير نتاعو ومن بعد ديك هبط مشيت درت وقعدت نخمم. جو مو سوي دي ابري تو بابا ونحبو مشيت شريت له بارفان حتى انا ما خص عقلي. هذاك ما يستاهلش دبوزه بارفان تاع بو دينار. ها خير كي هرب انتوليكا بالله راحه منه. ايه انت او موان راجلك تنجم تعوضه باي راجل اخر. امين بابا باش كون باش نبدلو. مالوغوزمون كيف كيف يا بنتي، انت ديما باش يقعد باباك وانا ديما يقعد بابات وليدي، هذيك هي المشكله يا حباني. ابعد عليا ما تكلمنيش ابعد عليا. يا جنات انت يا بنتي هيا هاني قلت لك سامحني غلطت معاك وهات راسك وندوس. ابعد عليا وقته باش تهيج عليا الحساسيه توا. يا جنات يا اخي شبيك عقدتها؟ باهي حقك عليا يا عمر. والله احنا ننطلق ونرجع نطير وجه يا بني راس الشكارة على ميتين شفت كيف ياك. يي عادي في بلادي وانا شبيت فيك نخلط عليك. انت نسبة كاكي منا وانا نسبة نشوش وكاكوية ملبسة. يي عادي يي عادي يا جنجم نخشمني فكرة من ضحكة. يا حوات يا حوات بالله العظيم ماك الفلة زادتك يشتر يا نوارة من العمر. ضو يا ضو
يا هلا مدام، تفضل، مرحبا بك. وين جنات؟ شنو نكلم فيك يا طفله؟ انت علاش ما شاورتش قبل ما تطلع الفوق؟ علاش نشاور يا بنتي؟ داخل الداخليه انا دخلت حديت العروسه فوق فرشه حليمه وبطل روح. سيدي شا حليمه اليوم مسكينه عاد ميلاد بنتها وهي حاطه في قلبها وانتم ماكمش هوني جمله. حليمه عندها بنتها؟ لا عاد هذه هضره كبيره. هيا هيا احكيها لي من بعد. المفيد اغسلوا حالتكم وبدلوا حوايجكم واطلعوا تعشوا معانا. اي بلي على عظيم في بلي على كريم وراحوا مضفطوهم اللي شويت لي لقبيات الضالي تحقرت فيها لانه دخلوا ولين تعطشوا فيها. هي الزعاد صحيح يا لله انا حقرتك وقلت قطعي هكا ربي يدقني وطلع ولدي هو القطعي اهرب لعل فيها خير. هيا يا الزعاد مرة كبيرة تخو عليا. الله غالب حاجة فرط مني اليمين ما عادش نجم نتراجع توا فهمت كيفاش؟ ايوه حلفت ما نحنفكش. تو يجي نوري وتجي حليمه ويجيبوا الماكله وسهروا مع بعضكم وتعشيو لعل فيها خير. لا تخلط روحك مع النخاله لا يبربشك الدجاج. تصبح على خير. يا خويا وينو صاحبنا؟ شبيه تو ما جاش؟ اني نقول لك هذاك شمها قارصه مشى خبى روحه. صح لي صح لي سلكها وحدنا احلى. انا مازلت بيهما شادي وين ماشي؟ ايش على راسي وقفت مستخيس باش نمشي نتفاوض معاهم يا قاتله يا مقتوله دعيولي برا يا راك تربح وترجع لنا غانمه منصوره. عسلامة. بون ما نطولوهاش وهي قصيره. شفتوهم الجماعه اللي كنت قاعده بحذاهم؟ خليوني نخرج من هنا نعطيكم الدوسيات اللي عندي عليهم الكل. اش بكم ساكتي؟ ملا نعطيكم نمرويا ونولي نستدعاكم للسهريات متاعي. اسألوا على سهريات شادية طيب يحكيوا لكم. تحبوا تاخذوا الصيغة والبورتابلوات اما خليوني نخرج. ماما نخليوني نعيش عايشكم ما تقتلونيش يا مدام. فاش تقول سكون يحب يقتلك؟ شنو صار؟ مش انتوما جماعه الفلفل الاحمر؟ انا فلفل احمر. احنا زي بس نعملوا كيتاسيون مسيد. اي يا جماعه هذه زدتكم شيشه. يعطيك لقيه ليك والسيسه كيفها وحدك. سيسه نهار ملون استخيلتم قرنين فلفل احمر حار تعطولي كابتن ياغورت وفريز عبسي وي الليله. بربي بربي يا جماعه امسحوها فيا. يو ما الحكايه يا حلومه؟ مال زورت عندك بنوته صبيه؟ ايه بس دي بالك مصيبه السنين هذه الكل ما تتكلمش. ها توا قررت باش نحي الخوف ونعمل يدين وساقين ولا وجع لها. يا حلومه حلومه شنو رايك او سينوري هابط للخليج تقول له الا وجهك عليها غادي؟ انا نوعدك بقدره ربي ديك نخلط الغاديك الا وجهها ونبعثها لك. شنو يا ربي ياما الطفله ضايعه في ايطاليا تفركسوا فيها في الخاليه جا ريت يا جنيت وخيتي ملا ذكي. اسمع اشربوا التاي واسكتوا. انا عرفازه تعرف كيفاش يا خويا باش نمشي نعمر الشاشة. تعرفوا يا جماعة والله لازم باش نتوحشكم برشا برشا برشا. أوه نوري تيو حتى من ضوء ذي رغم العمل اللي عملها الكل باش يخلي بلاصته. وانت فاش قماشي مالا هكا باش تغرب في بلاد الناس؟ يا نوري شنو رايك نقول لك اللي انت ماكش ماشي للخليج من جملة؟ مانيش ماشي للخليج كل كيلو. شنو زادة ما تقوليش هذه ريتها في الطالعه نتاعو. مالا شنو حلو يا اخي ما تعرفونيش معطيلي شنو 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 نكلمو فيه نكلمو فيه. ياي 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 نشي 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 خي ياي جمله. يا نور يا نور نزمر عليك توا نكلموني جماعه قالوا لي الشيخ باش يعمل لك تليفون باش يقول لك المشي بطلت جمله. شنو المشي بطلت جمله؟ تياد الشيخ يسال فيها بالدقيقه والدرج. قلت لكش
مش نفهم القشي والله هو اللي يظلم. سبعة الطاف شنو زيدة تطلعش من جماعة بسم الله. ألو شنو؟ شقالك شقالك؟ قال لي استغنيوا على خدمتي. أمان أمان يا شيخ كمال بالله هكا استغنيت على خدمتي راهو الحق راهو يموت ذليل راهو. استنى استنى شنو قلت يا قبيلة؟ سي ديجا يا أخي سي ديجا وصلت لكم أنتم الغادي الخليج. إيه يا معوض وصلت لنا وصلت لنا عندنا هي ويا وخيشك بريشة بريشة يا مدلل بريشة 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 رأيتم لعبتوا له اللعبة يا ملاش لوت بختال وانا ونجنجن باش ينحي الحجر اجم العرفه كيف ياش يا قلبي يا زينوري عاد نسيت نسيت يصير على الرجال. اسمع انت عشت هوني تقعد هوني. الله لا تبارك لك يا الشيخ كافيل. اش قولك سميوها ملاك؟ ملاك خفت تطلع تلعب جينيتيك وتخرج شيطانه وشريره. انا لو كان جي طفله نسميها رزيقه مثلا تجيب لنا الرزق. ما قل خيركم الاثنين لو واحده منكم قالت نسميها فريده على اسم ميتها. غادي ديما هكا مامي ابعد عليا لك ولدي ولا نعرفك. هي هي وعملتها ما تحشمش تسرق امك وتهرب. انا غالب امي ماك تعرفني جبان وفاشل فشلت في كل شيء حتى في الهروب ما قديت شوحي. ومرتك ها ما تجيش تبوس لها يدها وتطلب منها السماح. لا يا ام ولدي مش مبوس لك يدك انا بوس لك راسك. حقيقيتني كيفاش حليت التليفون وقيت الميساج متاعك عملت دوميتو في كياس شويه هزتني سمير ومارك وانت فوزان هاك عاد باش نجيب لك ولد باش تلعب بيه وتلعب معاه. فرحانه اللي انت رجعت. ما تنسى ما تحدث هات الفلوس والصياغه تحرك. الله يبارككم الله يبارك. تسقط اسمعي وحكايه الفلفل الاحمر كيفاش يا بنتي؟ لا فلفل احمر لا حد شيء ما فما منها حد شيء الحكايه كلها دعايات. معناتها تو تنجم تخرج في الشارع وتحوس نورمال بابا هكا؟ بيان سي شو ندخل ونخرج ونجم حتى نشطح في كيس. والمحاسبه اسمعي يا بنتي لا فما محاسبه لا حتى شيء لا محاسبه لا مناسبه. اسماعيل بالمجد طلعت نظيف وما شدوا عليك شيء؟ لا امي في الوقت الحاضر رينديتو وهاني توا باش نقعد لكم في الدار نتلهاب ولي العهد ربيه ونقريه ونتلهابيه ونضمن له مستقبله ونعيشه في كرامة وسط عائلة ملؤها السؤدد والوئام والحب والسعادة عائلة يطيب فيها العيش وعندها نظرة استشرافية للمستقبل بكل شفافية. ناهيك يا اسماعيل خلاص يا زعاد ما راكش في اجتماع في الوزاره شيغي. سي في عندك حق ماك تعرف دي فورماسيون بروفيسيونيل. انا ماذا بيا نتلهاب ولدي اكمل اللي هو في الروضه هكا حتى يكمل قرايته. وانا هاني باش نبع عليكم من توا مالا الطفل يلزمو يقرا الطب باش كي يتخرج ويكبر يتلهاب ماماتو. سامحوني أمي مش كان يعمل دواء خير باش كي يكبر ويكمل قرايته يستينف ويحاول يخرج بوه من السجن المدني بالمرنقية. اسمعي مش قلت طلعت نظيف؟ هي من ناحية نظيف أما ماك تعرف كل شيء نسبي توتي ولاتيف.